شفت الراجل ازاي، طريقه تعامله مع الناس، مع اللعيبه، مع هل ليك رؤيه معينه تقدر تقولها لنا في هذا الامر؟ لا وبص، عجبني شخصيه الراجل، يعني شخصيه الراجل في حاجه كويسه جدا، يمكن عجبتني في سريه النهارده اقامه التدريبات، حتى في سريه اقامه المباراه الوديه اللي عملها مع طلاع الجيش، مع اسوان، مع اخيرا طلاع الجيش بتروجيت وطلاع الجيش، كلها حاجات النهارده برضو بيشوف النهارده نوعيه اللعيبه، بيشوف النهارده فكر اللعيب، بيشوف النهارده شخصيه اللعيب. اوكي. وفي نفس الوقت النهارده ما بيديش النهارده اتاحه فرصه للناس تشوف اسلوب لعبه وتكتيكه وادائه الكلام من ده. فده هل ده بيفرق يا كابتن؟ انا بعتبره جزء من ذكاء مدير فني. اوكي. جزء من ذكاء، وخصوصا في بدايه مشواره مع اي فرقه، ان هو بيقفل على الفرقه في التمرين وفي المباريات، دي حاجه كويسه جدا عشان حتى اللعيبه ما تبقاش النهارده واقعه تحت ضغط، النهارده ماتش ودي ومش زاع ومش عارف ايه وكلام كتير لا ده بيدي النهارده ارتياحيه للعيب، بيدي ارتياحيه للجهاز الفني في تشكيله، في اسلوب لعبه، في اختياراته، في كل هذه الامور. فحضرتك شايف ان هو بشخصيه جيده؟ انا شايف ان شخصيه، حضرتك شايفه من مشاهداتك يعني، من مشاهداتي او من خلال ما بستمر بشوفه او الكلام ده كله، لا في ذكاء في التعامل بصراحه، يعني في ذكاء في التعامل، ودي البدايه. دايما مدير فني يبقى النهارده بيقفل على فرقته، اللعيبه نفسها تحترمه، الجماهير تحترمه، الاعلام يحترمه، النهارده ما بيديش النهارده حريه، النهارده ايه بيبقى اسلوبه ازاي، تكتيكه ازاي، شغله حتى في الوحده التدريبيه، سواء النهارده بيشتغل مع الديفنس وسط الملعب الفراوده، يعني في لقطات انا شفتها دلوقتي عندكم بيشتغل حاجات انديفيدوال، كلها حاجات انديفيدوال على الجول للفراوده وسط الملعب يعني. بشكل عام، بشكل عام. طيب، مدير فني اجنبي اول مباراه بتلعب فريق، لسه كان معانا المدير الفني السابق للاتحاد المنستيري، كابتن شهاب. نعم، كابتن شهاب. كابتن شهاب كان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد المنستيري، وقال لي لا ان هو فريق جيد جدا، واحنا عارفين طبعا، لكن هو كمان اتكلم على ان هو فريق جيد جدا وواحد من افضل الفرق اللي موجوده في تونس خلال الاربع خمس سنين الاخيره. شفت تصريحات المدير الفني يا كابتن فتحي، المدير الفني لدراكوفيتش، المدير الفني للاتحاد المنستيري، بيتكلم على ان النادي الاهلي احنا ضعاف جدا، الحاجات اللي حضرتك، الحاجات المعنويه، الحاجات اللطيفه دي. بس هل ده ممكن، هل ده مقبول يعني، هل مقبول ان انا اروح اقلل من فريقي عشان خاطر انظر اخلي لعيبتي يسخنوا مثلا، ولا ايه؟ مش فاهم. هو بص برضو، يعني ده بيعتبر شغل مدرب. أوكي. شغل مدرب النهارده بيجي زي، عارف، الحرب البارده. اوكي. حرب البارده النهارده يجي النهارده يقول لك انا ما عنديش سلاح، ده انا النهارده خاف من العدو، خاف مش عارف ايه، هو كده. هو النهارده بيقول لك ان انا النهارده النادي الاهلي، النادي الاهلي قوي، لان النادي الاهلي على المستوى الافريقي واخد بطولات كتير جدا. أوكي. النادي الاهلي على المستوى الافريقي، كل الدول في افريقيا عارفاها، كل المنتخبات وكل الانديه. فهو النهارده يعني ميجي يوزنها، ميجي يعمل توازن، النهارده الاهلي اقوى بكتير واعنف بكتير واحسن في كل شيء. فهو النهارده بيتكلم بواقعيه. بس احنا اتعلمنا منكم يا كابتن ان مثل هذه المباريات 50-50، اوعى مهما كانت الظروف، انت افضل، انا قلت حتى الكلام ده، انتوا افضل، انت احسن، انت خبرتك اكبر، كل حاجه، ولكن الملعب 11 ضد 11 حاجه مختلفه. طبعا بيبقى في هدف عند كل مدير فني، يعني هدفي مثلا ان انا النهارده مسافر تونس هلعب هذه المباراه يوم 9 بره ملعبي. النهارده ايه الاسلوب اللعب اللي هلعبه؟ ايه التكتيك اللي هلعبه؟ ايه التشكيل اللي هلعب بيه؟ كل هذه الامور النهارده المدير الفني بيترجمها قبل الماتش باربع خمس ايام. يقعد مع مارسيل كولر يعني. ويقعد مع اللعيبه ويتكلم ويشوف ويشرح ويجيب كل خط لوحده. انا كنت بعمل كده يعني، لما كنت مدير فني كنت اجيب كل خط لوحده واقعد اتكلم معاه كل الناس عشان يبقى داخل المباراه النهارده مش واقع تحت ضغط، لا النهارده عارف اسلوب لعب الفرقه، وعارف النهارده مين اللي عندهم كويس، وعارف كل هذه الامور. فالنهارده المدير الفني بيتكلم النهارده، النادي الاهلي، ما لازم يقول للنادي الاهلي كويس، دي حاجه طبيعيه وحقيقه يعني النهارده، بس ما يضعفش من نفسه يعني، ما بيضعفش ده الكلام ده، بس ممكن يكون بيقوله اعلاميا، اعلاميا فقط، ولكن ولكن داخل غرفه الملابس لا، كلام تاني خالص، مختلف خالص. اوكي.